السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أود أن أشكركم على تعليقاتكم الجميلة التي تمدني بالطاقة والحماسة وتلهمني لكي أقدم أشياء جديدة ومتنوعة. فيديو اليوم سوف نشرح فيه كيفية تقسيم الشاشة على هواتف سامسونج. هذه الميزة التي سوف تمكنكم من تشغيل تطبيقين في نفس الوقت والقيام بأكثر من مهمة، كمثلا الإجابة على رسالة على الواتساب ومعرفة جديد الأخبار على إحدى الصفحات على الإنترنت، وكذلك مشاهدة فيديو على اليوتيوب وتصفح الفيسبوك. الآن مع هذه الخاصية سوف تتعلمون كيفية ادخار الوقت من أجل القيام بعدة أشياء في نفس الآن. نعود ونأخذ مثال على ذلك. فعندما تتحدث على الواتساب فقد يكون الشخص المقابل منهمكا في التحدث مع شخص آخر، وعوض أن تبقى منتظرا بإمكانك أنت أيضا القيام بشيء آخر، كذلك إلى حين وصول الرد. شاهد الفيديو حتى النهاية ولا تنسى الضغط على لايك من أجل تشجيعنا، وإن ظننت بأن المحتوى يهمك بإمكانك الاشتراك حتى تتوصل بكل جديد. لن نحتاج أي تطبيق ولن ندخل على الإعدادات، فقط بحركة بسيطة سوف نتعلم كيفية تقسيم الشاشة التي سوف تنفعنا في أمور عدة إن سمحت لي الفرصة، فسوف أذكرها مجتمعة في فيديو آخر. نقوم الآن باختيار تطبيقين. أنا أفضل اختيار جوجل كروم، أدخل عليه هكذا ثم آتي إلى الأسفل هنا وأغلقه أو أستعمل هذا الخيار، هذا زر التنقل هذا. أنا سوف أختار زر الوسط هكذا أغلقه، ثم أذهب وأختار اليوتيوب هكذا، أدخل على اليوتيوب كما رأيتم، ثم آتي مرة أخرى لأستعمل زر الوسط أو هذا الزر الذي بجانبه ثم أغلقه. ماذا أفعل الآن؟ آتي الآن إلى هذا الزر ثم آتي إلى شعار اليوتيوب، أضغط عليه هكذا كما رأيتم، الفتح في عرض تقسيم الشاشة، هذا الخيار الذي نريد. أختار، أضغط عليه كما رأيتم شكل الشاشة الآن، ثم آتي إلى التطبيق الذي أريد أن أضيفه في المنتصف. أنا كما قلت سوف أختار جوجل، أضغط عليه كما رأيتم تم تقسيم الشاشة إلى نصفين، النصف الأعلى به اليوتيوب والنصف الأسفل به صفحة على جوجل كروم. بإمكاني أن أتصفح ببساطة كل ما أريده وفي نفس الوقت أشاهد الفيديو المفضل أو الفيلم أو أي شيء. كما رأيتم بإمكاني أن أشغل الفيديو، أنا لن أشغله الآن. هناك خاصية أخرى بإمكاننا أن نقوم بها، مثلا تصغير وتكبير المساحة والحيز. أضغط كما ترون، آتي هنا أضغط بعض الشيء ثم أقوم سواء بتصغير أو تكبير. إن قمنا بالدفع إلى الأعلى سوف نصغر، وإلى الأسفل سوف نكبر الشاشة. رأيتم؟ أصبح الحيز الذي بالأعلى أكبر والذي بالأسفل أقل مساحة. للخروج من هذا النمط يكفي أن آتي مرة أخرى إلى هنا ثم آتي والضغط على هذه العلامة لألغي تقسيم الشاشة هكذا. وهكذا نكون قد أنهينا العمل بالتقسيم. أتمنى أن ينال
هذا الشرح إعجابكم، ولا تنسوا الضغط على لايك من أجل تشجيعنا. كذلك ننتظر ملاحظاتكم واقتراحاتكم وكذلك طلباتكم. لا تترددوا. إلى اللقاء.